يا رب. أين جيك؟ أين جاي؟ هو بس ايش السلطعون انت ذي قاصه ما كلها اجى الحرب بعدين وضيق علينا بزياده وخش مجيء يعني نخش يعني مي غربيه انه نجيب كميه من الصيد يعني قد ما احنا بنحاول نخش يعني شويه بيجي فرقات بيجي هذا بحصرونا اطلاق النار واطلاق النار برمقه جايت علينا برمقه جايت من بالصوت يعني كلها مخاطره بنخش في الميه مخاطره كلها مخاطره يعني فيش يوم بنعدي الا ما بيجي علينا كله خوف وكله رعب ورغم هذا يعني بنخش وبنعدي عشان نقدر نعيش نقدر نأمن لقمة أطفالنا.